واحد بيقول كل شيء تحت السماء له نهاية، فهل حرمان التناول للي راح القدس له نهاية؟ وكاتب كفاية سنة. هي المسألة مش بس تقول كفاية سنة، المسألة تقول في قلبك ليه انا تحديت الكنيسة وخلفت رئاسة الكنسية واتكبرت على الاوامر البابا ورحت، وتشعر بالندم لانك رحت. وشوف انت منعت وقول لي وممكن نعرف.